الخير مشاهدينا، تجربتنا اليوم مختلفة جدا. جيت على أحد المراسي البحرية بالفجيرة عشان أعمل جلسة تصوير وأصور بعض المناظر الطبيعية الجميلة، لكن اتفاجأت بكلاس تطبيقي للتصوير من فريق أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، فحبيت أنضم ليهم وأخد تجربة سمعت عنها كتير. وطبعا حبيت أربط فقرتنا الصحة النفسية بالتصوير، وإزاي ممكن التصوير يقدر يفرغ من طاقتنا السلبية ويخلينا نعيش جو المكان أكتر ونتعلم في نفس الوقت. فيلا بينا خلونا نكتشف أكتر. التصوير الفوتوغرافي أو فن التقاط الضوء بالكاميرا، سواء عبر مستشعر رقمي أو فيلم لإنشاء صورة بمعدات تصويرية مناسبة. كلمة فوتوغرافي هي مشتقة من الكلمة اليونانية اللي بتمزج ما بين كلمة فوتوس اللي هي الضوء وكلمة جرافين اللي هي الرسم، واللي استخدمت لأول مرة في الثلاثينات من القرن التسعتاشر. التصوير طبعاً بيفرغ الطاقة السلبية جوه الشخص، لما مثلاً انت ساعات ما بتبقيش مبسوطة، بتبقي حزينة، أول ما بتشوفي الكاميرا بتضحكي، يعني أول حتى لو مسكتي التليفون ومسكتي، حتى لو انت كنت متضايقة قبل ما تمسكي الكاميرا او ما تمسكي التليفون او حتى لو لقيتي كاميرا وانت ماشيه في الشارع، حد جه قال لك هصور معاكي، بتلاقي انت مودك حتى اختلف تماما. واللي شدني بالموضوع اكتر ان كتير من المصورين بيستخدموا مهاراتهم في التصوير عشان يحسنوا من صحتهم النفسيه. بعض الدراسات اثبتت ان التصوير الفوتوغرافي بيعطي الانسان الفرصه عشان يعبر عن نفسه ويزيد من تقديره لذاته، وبيقلل من هرمون التوتر، وكمان بيزيد من قدراته ومهاراته باكتشاف زوايا جديدة للتصوير. دايماً التصوير بينقلك فعلاً في حتة تانية مختلفة عن أي حاجة، لأن هو فعلاً بيغير مود الشخص، يعني إذا كان غيره للأحسن فبتاخدي أنت الكاميرا وتطلعي تصوري، فبتلاقي حتى لو كنت متضايقة، عندك ضغوط، عندك مشاكل، عندك حاجات كتير، اما بتاخدي الكاميرا وتطلعي بتلاقي نفسك فصلتي، اكنك قاعده بتسمعي اغنيه حلوه بس بطريقتك انت. وكالعاده جات لكم الكتير من الاسئله حوالين تجربه التصوير الفوتوغرافي، وزي ما عودتكم هعيش التجربه وانقلها لكم، فيلا بينا. وهنا سالت المدرب عن رايه في الصور اللي صورتها، ووريني إزاي أضبط الإعدادات على الكاميرا اللي بستخدمها. اليوم حسيت قد إيه التصوير الفوتوغرافي ممكن يدي الواحد مننا ثقته بنفسه أكتر ويخليه يتعلم ويعرف أكتر عن عالم التصوير. وهنا كانت نهاية فقرتنا. تقدروا تقتنوا الكاميرا اللي حابين تكون معاكم وتمارسوا التجربة بنفسكم وتحسنوا من صحتكم النفسية.